مش متذكره، بس كان في واحد كان سؤال جرافيك اللي هو الاشكال اللي هو هندسه ده كده، بجد كان وحش قوي يعني، فضلنا واقفين قدامه. بس المقالي كان حلو. عندك ايه امتحان الامتحان اللي جاي؟ فيزياء. اتمنى لك كل التوفيق. طبعا فيزياء صعبه. لسه مستمرين مع حضراتكم و بنحاول نعرف اراء الطلاب عن الامتحان. خليك على جنب. الامتحان كان عامل ايه؟ وحش. ليه بجد؟ لا الامتحان كان عليك من الامتحان طويل واسئلته كتيره ومحتاج تركيز اكتر، والاسئله لفه بطريقه بره المنهج او بره المفهوم. لا مش بره المنهج، بس هو لافف السؤال يعني، هو بالظبط، بس هي اكيد موجوده في المنهج. انت مش ابديتنج وما تسالش السؤال. طيب كملي. مش حاجه اسمها في المنهج. انت كلامك انت مين يعني؟ هو عادي الطالب لو مذاكر كويس هيرد، بس هو الامتحان يعني محتاج تركيز اكتر. بس وقت ولا تركيز؟ وقت. هو محتاج تركيز يعني، وقت تركيز. مش انت ذاكرت وداخل تلاقي مش كلام الامتحان مخزن. النظام الجديد مش حتى في الادب. هو انت ليه محسسني ان انا بقول كلام؟ انا عايز اعرف الامتحان صعب ولا دخلت المنهج وانت بره المنهج. الامتحان مش صعب. المنهج يبقى هو في ايه؟ مش ده النظام. انتوا مقابلين كده ليه؟ الامتحان ما كانش صعب، بس هو محتاج تركيز ومحتاج وقت. تمام. عامل ايه مثلا؟ عندك الماده جايه ايه؟ تقول من الماده فيزيكس. سوري دي مضيء قوي. ما ينفعش برضه ماده يعني. هم مدينا ضربتين ورا بعض فيزيكس ورا كيمستري. انا بقول له اصل انا عندي تاني واحد نفس النظام. انا بقول لك تذاكر كويس او تراجع كويس؟ اراجع اكيد اراجع، بس مش اللي هو اذاكر يعني، اكيد مش مذاكره طبعا. بس وقت كافي انك يعني تحاولي تظبطي كل طبعا انهيار احد طالبات الثانويه العامه طبعا، واهلها بيحاولوا يخففوا عليها زي ما حضراتكم شايفين. ده انت عارف لما نتخيل الامتحانات الصعبه لا يغيروا، هم يجيبوا حاجات سهله. اصل اخوها لا اخوها انت على كل هي طلع هي مشكله لو اخوها شاف اي حد صوره يعني. ايه مش لازم تصور يعني؟ ماشي اهو شايف انا جايب فيه اللي انت عايزه حبيبي. توفيق. لسه مستمرين مع حضراتكم متابعينا الكرام. يمكن طلاب عملت ايه؟ تعالي قولي لي. لسه مستمرين مع حضراتكم وبنرصد الطلاب عن امتحان مادة الجغرافيا ومادة الكيمياء. حتى الآن استياء من الطلاب بسبب وجود بعض الأسئلة الصعبة في امتحان الكيمياء، يعني خالص دعواتنا ليهم بالتوفيق. الامتحان عامل ايه؟ ليه طيب زعلان من الامتحان؟